مرحبا احبابي، اليوم بتعمل انا وياكم طريقه تحضير البابا غنوج المطبل الباذنجان بطريقتين مختلفين بهيدا الشكل. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء الباذنجان بدنا نشويه على الغاز، وممكن اذا بتحبوا تشووه بالفرن او على الفحم ما في اي مشكله، انتو حسب ما بتقدروا. قبل الشوي شو بنعمل بالباذنجاني؟ نعملها بهيدي الطريقة هيك. هلأ بحطهم على الغاز. قبل ما تشوهن على الغاز فيكن تحطوا بهيدا الشكل سنيت عشان ما يوسخ كتير الباذنجان الغاز إذا شويتوهن بهيدي الطريقة. هلأ بحطهم. كل ما يستووا من جهة بقلبهم على جهة تانية ليستووا من جميع الجهات. هلأ بتركهم ليستووا من هيدي الجهة وبرجع بقلبهم. بعد ما شوينا الباذنجان من جميع الجهات هلأ بشيلهم بحطهم بمي عشان يسهل علي تقشيرهم. بس يبردوا بقشرهم. بعد ما قشرت الباذنجان وغسلتهم بهيدا الشكل منيح هلا بدنا نعمهم، بحطهم بالجات. كمان هون عندي حبتين ثوم نعمتهم بهيدا الشكل. عصير حامض. هلا هيدول بنعمهم. بعد ما نعمتهم منيح هلا بحطهم على جنب. عندي هون حار فليفله حلوه وبندوره وبصله. شيل قسم من الباذنجان. بدي اقطع البندوره قطع صغيره. راح اعمل نص حبه بندوره. انا عم بعمل كمية كتير صغيرة، انتو اللي بحب ضاعف الكمية. حط البندورة فوق الباذنجان. كمان بدي حط حار. رح حط نص قرن حار. شوي فليفلة حلوة. كمان شوية بصل. رشة ملح بسيطة. بخلطهم منيح. بعد ما خلطتهم هلا بحطهم بالصحن. بحط شوية دبس رمان. كمان شوية رمان. شكل بسيط. هلأ بحطه على جنب لهيدا أول صحن. الصحن الثاني عنا ملعتين طعام طحيني. كمان ملعقة صغيرة لبن. حط
حط رشة ملح صغيرة، وكمان رح ارجع حط حامض شي بسيط. هون ما رح حط دبس الرمان عشان هيك زدت حامض. نعمهم منيح مع بعض بخلطهم. بس خلطتهم منيح هلا بحطهم بالصحن. هيدا الصحن الثاني، رح احط كمان رمان، زيت زيتون، وصنوبر. هيدولي صحنين اللي متقبل اللي عملتهم انا وياكم بهيدا الشكل النهائي. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي احبابي.